بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة محمد عبدو مع مادة الرياضيات لكي جي تو رياض الاطفال المستوى الثاني الفصل الدراسي الاول نظام جديد او تعليم اثنين النهاردة ان شاء الله بعد ما تكلمنا لغاية الدرس الثامن معانا النهاردة الدرس التاسع وكراسة الرياضيات ما تنساش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، والاشتراك في جروبي على الفيسبوك، وده لمصلحتك عشان تتابع دروسي أول بأول. طبعًا كلامنا كله من دليل المعلم، عشان في ناس بتسألني هو الكتاب اللي أنت بتشرح منه ده بيتباع بره عشان نشتريه؟ أه، لأ، ده دليل المعلم، وفي كل فيديو بقول الكلام ده. طيب، الدرس بتاعنا النهارده ايه الجديد فيه هو ده اللي بيهمنا طبعا برضو باكد تاني وبكرر ان المعلم او المعلمه اللي بتشتغل في الفصل بتشتغل من ثلاث خلال ثلاث مكونات تقويم الرياضيات والحركه اه تقويم الرياضيات والحركه, التقو... ال... آه تقويم الرياضيات والحركة و... آه وبعد كده بتشتغل في آه تعلم وبعدين شارك في تقويم الرياضيات والحركه بتتكلم على الشهر والسنة وبعدين اليوم وبتكرر كل واحد منهم كذا مرة مع الاولاد وبتطلع عصي الاسماء عشان الاولاد يجاوبوا على ايه هو الشهر وايه هي السنة وايه هو اليوم وبعد كده بنتعرض لشهور السنة وبعدين عددها 12 وبنكررها مع الاولاد وبعدين بندخل بعد كده في ايام الاسبوع وعددها سبعة وبرضو بنكررها مع الاولاد هيجي الدرس التاسع النهارده بتاعنا هيدخل في تعلم هيدخل في جزئيه جديده اللي هي رسم العدد واحد. رسمه يعني الواحد من فوق لتحت كده. وبعدين كتابه كلمه واحد باللغه العربيه. وبعدين رسم دائره واحده او مثلث ومثلث واحد ومربع واحد المعلم او المعلمه بترسمهم على اللوحه بتاعتها او على السبوره بترسم الثلاث اشكال وتكتب تحت كل واحد منهم واحد وبعدين بتكتب كلمه واحد. هنا المعلم بيفهمهم ان انا اقدر امثل العدد واحد ده بالكلمات والرسومات. العدد واحد ده اهو اللي ايدي عليه ده بنمثله بالكلمات اللي هي دي واحد وبالرسومات اللي هي اي شكل واحد. وبيكتب تحته واحد فالمعلم بيقول لهم يمكن ان تساعدوني هل يمكن ان تساعدوني في العد عشان اتاكد ان اللي عندي دول واحد وبيبداوا الاولاد يقولوا معاه دائره واحده واحد وبعدين مثلث واحد واحد او يقولوا واحد يعني مثلث واحد وبعدين مربع واحد وبعدين كلمة واحد ويا ريت بقى تأكد عليها شوية لأن هم هيتعرضوا لها لأول مرة. اه الواو وبعدين وا المد وبعدين الحاء وبعدين الدال. يعني نأكد على الحروف بتاعتها وعلى كتابتها. بيوزع عليهم كراسات الرياضيات وبيقول لهم احنا دلوقتي هنتدرب على الطرق المختلفة عشان نمثل العدد واحد في كراسات الرياضيات بتاعتنا، اكتبوا في الجزء العلوي من الصفحة واحد، وبعدين قلدوا رسوماتي اللي, اللي انتم شفتوها دي اللي هي اي شكل من الاشكال زي ما احنا شايفين وارسموا حاجه واحده بس ونكتب العدد واحد وبعدين نكتب كمان الكلمه اللي هي واحد اسم العدد واحد. اه, آه هنا التلاميذ بيكتبوا العدد واحد في الجزء العلوي وبيرسموا شيء واحد من من الاشياء المختلفة اي حاجة عندهم مختلفة يرسموها وبعدين المعلم او المعلمة بتمر بينهم عشان تساعد وتوجه في كراسة الرياضيات لما هيفتحوها الكراسة فيها الجزء من فوق كده اللي هي اظن صفحة خمسة هنشوف كده من تحت هتلاقي رقم الصفحة خمسة اه هيبدأ فوق يرسم الولد اي شكل بس يكتب الاول واحد وبعدين يرسم الشكل اللي يعجبه وبعدين على الاسطر بتاعتها يكتب كلمه واحد بكده هيتجول المعلم وهيراقب عملهم وهيدون الملاحظات وهيوجه وهيرشد وبعدين هيطلب منهم ان هم يرفعوا كراساتهم طبعا مع كلمات تشجيع على العمل الرائع اللي انتم عملتوه ان انتم رسمتوا وان انتم كتبتوا كلمه واحد وبعد كده يجمع الكراسات. هيدخل في جزئيه ثانيه هيقول لهم احنا عرفنا قبل كده كلمه فوق وكلمه تحت من خلال النمط اللي احنا تعرضنا له. وهنا بقى هيبدا يعرفهم على كلمه جديده اللي هي كلمات جديدة اللي هي أمام وخلف يعني هو قال لهم فوق وتحت قبل كده لما كان بيحط ايده على راسه ويقول فوق وبعدين يخبط على ركبته ويقول تحت الانماط اللي انت ممكن تكررها كل مره لان احنا بنكرر انماط بالتسقيف مع العد يسقف تصفيق اسف تصفيق مع العد مثلا يسقف بايده ويقول واحد اتنين تلاته مثلا او واحد اتنين وبعدين يخبط على ركبتيه ويقول واحد هنا بقى بعد ما كان بيقول برضو يكرر فوق على الرأس يقول فوق وخبط على الـ الـ الركبتين او ربط على الركبتين ويقول تحت هنا المعلم هيطلب منهم عشان يتدربوا على امام وخلف هيخرجهم برا الادراج بتاعتهم برا المقاعد او الطاولة بتاعتهم وهيقول لهم ارفعوا ايد من الايدين الاتنين بشكل مستقيم قدامك بحيث ما تعلاش ما ترتفعش عن الكتف يعني في مستوى الكتف ورددوا معايا كلمة امام يعني اللي هو بيشاور للامام قدامه وهو يقول وهم يكرروا وراه لغاية ما يعرفوا كلمة امام وبعدين هيقول لهم انتوا دلوقتي واقفين امام الطاولة يعني الطاولة فين الطاولة خلفكم آه المقعد بتاعكم يعني خلفكم آه ايدي الان خلفي قلدوني ورددوا معي خلف يعني يشاوروا بايديهم للخلف مش عارف انا هيجيبوها ازاي يعني اه يعني هيتنوا رجليهم لتأيديهم لتحت كده ويقولوا خلف ولا هيشاوروا كده من عند كتفهم كده من فوق لورا ويقولوا خلف اللي يعجبك بقى المهم ان هم يعرفوا ان خلف هي ايه اللي وراهم الحاجه اللي وراهم قلدوني ورددوا معايا كلمه خلف ايديكم خلف ظهوركم ورددوا طبعا هنا ما وضحش زي امام، قالها على طول وهرب منها الدليل. اه ايديكم خلف ظهوركم رددوا خلف. عودوا بقى لاماكنكم. طيب لما انتوا رجعتوا لاماكنكم، هل الطاوله خلفكم الان ام امامكم؟ الطاوله قدامكم ولا خلفكم؟ طبعا الطاوله هتبقى قدامهم لان هم بيقعدوا على المقعد خلف الايه؟ الطاوله. طيب. بعد كده بيدخل في شارك بقى و يقول لهم احنا اتعلمنا ايه النهاردة طبعا هيتناقشوا مع بعض ويت... التفت لزميلك وتحدث معاه وهو يمر ويتجول وبعدين يستخدم عصا الاسماء ويطلب المشاركة يعني هو متوقع هنا من التلميذ ان هو هيقول له تاريخ اليوم او العدد اللي في التقويم ان النهاردة مثلا يوم كذا في شهر كذا سنة كذا وبعدين هيقول له عدد ايام الاسبوع وبعدين هيقول له عدد الشهور واسماءها وبعدين طبعا هم الاولاد بيتحاوروا مع بعض في الكلام ده وبعدين بيتكلموا على الاعداد واحد واثنين وتلاتة بس هو هنا الحقيقة ما تعرضش لا مخطط الاعداد ولا ال ال اطار الخمس خانات لكن المفروض ان انت بتستخدمهم كل حصة على طول يعني ده شيء طبيعي بعد كده بعد ما بيتجول وبيستخدم عصا الاسماء بيطلب المشاركة ان الاولاد تقف اللي, يختاروا بالعصا ويشاركوا ايه اللي تعلموه النهارده بكده يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده مع اطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح مع اولادنا ان شاء الله واشكركم والى لقاء في درس قادم ان شاء الله وما تنساش ان هنا في شعار القناه حط الماوس عليه هيظهر لك كلمه اشترك اضغط عليها هيظهر لك الجرس اضغط عليه عشان يجي لك اشعار باي فيديو انزله. واذا كان في مشكلة في الايميل بتاعك يبقى ادخل على جروبي وسواء في مشكلة او ما فيش يعني من الافضل لك ان انت تدخل على جروبي عشان تشوف حتى باقي المواد التانية في النظام الجديد يعني في عندي على الجروب بتاعي روابط لقنوات وحاجات من دي هتستفيد منها جدا وإذا عجبك الفيديو اضغط للعلامة دي ما عجبكش اضغط على العلامة التانية وهشوف لك برضو الدروس المناسبة هحطها لك هنا وانا غالبا بحط الدرس السابق لده وبحط مكونات منطقة الرياضيات بكده نكون وصلنا للنهاية وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته